يبدو أن صراع السيطرة على عرش صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، والذي انطلقت شرارته منذ فترة بين الصين وأمريكا، اتجه ليصبح صراعاً متعدد الأطراف لا دور للصداقات فيه. ففي إطار المحافظة على نفوذها في صناعة الرقائق الإلكترونية، أعلنت كوريا الجنوبية عن دخول ساحة المواجهة في هذه الصناعة عبر ضخ استثمارات بقيمة 230 مليار دولار لإنشاء مجمع ضخم لصناعة الرقائق الإلكترونية في العاصمة سول بدعم كبير من شركة سامسونج. والمبلغ الذي قررت كوريا الجنوبية استثماره في تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية يوازي المبلغ الذي خصصته أمريكا لاستعادة السيطرة على هذه الصناعة وجذب المنتجين إلى أراضيها، وهو ما يدل على أن سول، وهي الحليف التاريخي لأمريكا، قررت المشاركة في الصراع العالمي للسيطرة على صناعة الرقائق الإلكترونية كطرف وليس كحليف لأمريكا، وذلك بسبب الممارسات التي قامت بها الأخيرة. بلغت عائدات الرقائق من جميع أنحاء العالم نحو 601 مليار دولار في 2022، وهو تراجع كبير عن النمو السنوي البالغ 26% خلال عام 2021. كان قطاع شرائح الذاكرة هو الأكثر تضرراً، حيث انخفضت عائدات رقائق الذاكرة العالمية بنسبة 10% على أساس سنوي، بينما نما القطاع غير المتعلق بالذاكرة بنسبة 5.3% مع تفاوت الأداء عبر فئات الأجهزة المختلفة. قطاع الرقائق التناظرية والمنفصلة شهد نمواً في عائدتهما بنحو 19% و15% على التوالي، مدفوعين بالطلب القوي من أسواق السيارات والأسواق الصناعية النهائية المدعومة باتجاهات النمو العالمية في كهرباء السيارات والأتمتة الصناعية وانتقال الطاقة.